أظن أن هذا رائع ويجب أن يقام على مدار السنة وليس خلال الأولمبياد فحسب. لقاء مدارس السامبا هذا يجب أن يكون دائماً وشبيهاً بما كان عليه في حفل الافتتاح. على المدارس أن تجتمع لتقيم حدثاً كبيراً وليس أن تتنافس منفردة في الشارع. جميعنا إخوة ونحب السامبا، أحب السامبا كالجميع هنا. Okay.